دي يا عمر دي، ده انت طلعت سامع يا ريس. بص بص يا ريس، ايه الارض ما كانتش تملك من حطام الدنيا غير عقد لولي باعته بألف دينار وأجرت اتنين بلطجية متان من قلب موقعة الجمل والحمار. بدلت العقد اللي يسوى ألف دينار برغيف قمح وحملتهم على الحمار. ماما خلصنا يا اخواني، خلصنا يا اخويا، ويا فرحة ما تم تزاول ده. قبل ما الحمولة توصل الديار كان البلطجية هجموا عليها ونهبوها أول عن آخر. لولا ستر ربنا بلجنة شعبية أنقذت من الحمولة مقدار رغيف واحد يوحد المدن. الولية الهرشانة بقى مش تاكل الرغيف وتحمد ربنا وتشكر فضله. لا، خدت الرغيف وطلعت على قصر السلطان وفقعت بالصوت الحياني. فقعت بالصوت يا بت يبقى مش انت بتخدع مصر. حرام عليك يا بنت، ايه معقول؟ ايه دي بيه؟ خليك انت كده مهر مني. كايا يا بنت، ما كانش عارف.